بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. إخواني في الله، حياكم الله وآتاكم من فضله. نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. إخواني في الله، نواصل في درسنا في تفسير سورة يوسف. نأخذ اليوم ما تيسر. Today we're going to continue in our class in the تفسير سورة يوسف. آخر ما أخذنا قوله تعالى: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من قال هذا؟ يا بني أو my sons اذهبوا يأمرهم أن يبحثوا عن إخوانهم. نعم. من قال هذا؟ يعقوب. نعم. ولكن هذا يعني سؤال ما يكفي. نعم. ما يكفي. يقول اذهبوا فتحسسوا، يعني ابحثوا. Go and look for يوسف وأخي. نعم. يعني الآن هم ثلاثة. نعم. من أبنائه محبوسون هناك في، ليس محبوسون ولكن في مصر. يوسف أولا فقد. نعم. three sons. يعقوب has three sons that are over there. يوسف is the first. ثم اتهم الأخ الصغير بالسرقة. The small one was accused of stealing. والأخ الكبير أبى أن يرجع. The big brother refused to go back. نعم. And tell his father again that something happened. نعم. فالأخذ عليكم عليهم موثقا من الله. لتأتنني به إلا أن يعاطى بكم. نعم. They had a covenant with him. نعم. That they're going to bring the child back. And he didn't bring him back. وهو يقول ولا تيأسوا من روح الله. واليأس هو ترك العمل والرجاء. Don't despair of the mercy of Allah. واليأس is that you leave off all hope. نعم. He leaves off all hope. نعم. فهو ليس مجرد أن يعقوب قال هذه الكلمة لا تيأسوا. نعم. It's not just the fact that يعقوب he said this كلمة، ولكن رجل فقد بصره قال هذه الكلمة. نعم. رجل قد ابيضت عيناه من الحزن هو الذي قال هذه الكلمة. أشدهم حالا أثبتهم. نعم. A man who lost his eyesight, he's the one that said this كلمة. نعم. The one who's in the worst situation, in the most prison, in the most grief, he's the one that's making everybody else firm, telling them ولا تيأسوا. هو أبعدهم من اليأس. He's the furthest of one, furthest of them from despair. نعم. وقال إنما والسؤال عندكم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا الذي قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا. هذا الذي قال، الذي قال وأنه على يقين وأعلم من الله، يعني اليقين أن الله سيأتي بها. ها ما هو مجرد يعقوب يا إبراهيم أثمائي. نعم. Somebody in the hardest situation. He said إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. I only complain my بث and my حزن to Allah. فما معنى بثي من يجيب. ها قد أخذنا هذا. نعم. أحسنت. بث بمعنى نشر. نعم. في الحزن مكانه انتشر. حزن مكانه ماذا؟ في القلب. ف
فانتشر على عينيك ووجهك صوتك بث الحزن. When it spreads out to your face, بث means to spread. The حزن is إنما أشكو بثي وحزني. حزن is this in your heart. But when it comes on your face, and in your eyes, and in your sound, and in your affairs, شدة البث is the hardest of حزن. Our only complaint is to Allah. ما معنى إنما يا إخواني؟ لا بد نفهم هذه الآيات. ما قال إني أشكو بثي؟ إنما أشكو. ما معنى إنما؟ أحسن. لا أشكو بثي وحزني إلا إلى الله. يفيد الحصر. I only complain to Allah. ما معنى only complain to Allah؟ ما أشتكي عند الناس. No, I don't complain to people about my problems. إلى الله. ثم قال بعد هذا يا إخواني وأعلم من الله ما لا تعلمون. إيش من كلمة يا إخواني؟ على يقين. نعم. And I know from Allah what you don't know. وقد فقد بصره. He lost his eyesight. نعم. And he's on that type of يقين. And then he tells his sons, don't despair. نعم. على ثبات. نعم. وهذا هذا الذي يعينك يا عبد الله وأنت في حزن. وسيصيبك حزن. ممكن أنتم في أحزان الآن. ولا لا عيب فيه. نعم. This is one that's going to help you when you're in your hard times and when you're in your trials and tribulations. Don't despair. Be more firm. Be more yaqeen, more certain. Allah سيأتي بالفرج. نعم. That Allah سبحانه وتعالى is going to come with the relief. فقال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. No one despairs from the mercy of Allah except a people that disbelieve. هذا آخر ما أخذنا. الآن الله سبحانه وتعالى يقول فلما دخلوا على يوسف إن إخوة يوسف رجعوا إلى مصر. Allah says and when they entered upon him ولما دخلوا عليه قالوا أيها العزيز. Now يخاطبون يوسف وما هم دارون أنه أخوهم. When they entered upon him, the brothers of Yusuf, they went back to Egypt. كم مرة الآن هم قد رجعوا؟ هذا مرة كم؟ الثالث. مرة الثالث. This is their third time going back. قالوا أيها العزيز. يخاطبون يوسف. They're talking to Yusuf. He has a high place. He's in charge of all the food in Egypt. وهو وقت الجذب. وجوع. It's a time that there's no rain. مفسر من الرؤية. سبع سنين دعبة. نعم. It's explained in the dream. نعم. That the king had. So they come to him and they say, أيها العزيز, مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. It has harmed us. It has touched us. And our families harm, hunger, poverty, drought. And we're poor, we're in need. That's what they're saying, we're in need. And we come to you with just a little bit of money. The law is the money. It's what you pay to get food. مكان. Nah, whatever it is. بضاعة مزجاة. يعني ما يصلح. لا يكفي لشراء حاجتي. مزجات من الدرس قليل وأنه رديء وأنه كاسد. It's not worth anything. It's deficient. نعم. فقالوا فأوفي لنا الكيل. يعني كمل لنا وأعطينا كما كنت تعطينا من قبل. Even though we have a little bit of money, give us the full amount of what we need. وتصدق علينا. يعني ارفق بنا. نعم أعطينا الكامل. نعم. إن الله يجزي المتصدقين. Verily Allah rewards those that do good. نعم. فجاءوا يا إخواني في الله وهم في حاجة. They came and في أمس الحاجة. They're in need. They're poor. Their families in need. They only have a little bit of money and they want to buy food. نعم. All the food, all the grain, all the quarters, if we're full, in the man, in the Yusuf.
وفي بلد كلها جدب. In the whole country is no rain. كم سنة؟ 7 سنين. ما هو أمس قبل أمس أو شهر. 7 years. نعم. طيب. فقال الله تعالى عن يوسف. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون؟ ما معنى هل؟ ما معنى هل يا إخواني؟ هل يفيد استفهام؟ نعم. لا يعني في آيات كثيرة هل بمعنى قد. نعم. بمعنى يعني يقرر لهم. قد أتاك حديث الغاشية. يعني هذا معنى هل أتاك حديث. That this the news of the غاشية يوم قام has indeed come to you. نعم. هل أتى على الإنسان؟ قد أتى على الإنسان حين من الدهر. ما هو سؤال، لكن هو سؤال تقريري. نعم. It's a question, but it's affirming that this happened. نعم. Has come upon man time a long time. He was nothing even mentioned. نعم. وهو يقول قد علمتم ما فعلتم بيوسف. نعم. قد علمتم. You know what you did to Yusuf. ولكن بجهة سؤال in the form of a question. Don't you know what you did? They don't know that he's Yusuf. They don't know that he's Yusuf. And he says it in the form of a question. فيه نوع ماذا؟ توبيخ. It's in the form of a blame. Don't you know what you did to Yusuf? They don't even know he's Yusuf. يا محمود أنت مائي. هذا توبيخ. استفهام. But I can see Toby. It's a question. It's in the form of blame. Nah. And reminding them. قد علمتم. يعني هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي؟ نعم. قد علمتم. You know what you did. نعم. وكل هذا يا إخواني. لا قبل هذا بارك الله فيك. نعم قال إذ أنتم جاهلون. ما معنى إذ أنتم؟ ما معنى إذ؟ إذ هو لما مضى. It's in the past. نعم. إذا is in the future. إذا is in the future. حتى إذا استعملت الماضي. إذا ذهبت إلى السوق أخبرني. نعم. يا أنت ما يا أخاني. نعم. إذا is in the future. إذ is in the past. كلاهما ظرفية على زمان، ولكن إذ لما مضى من الزمان، وإذا في المستقبل. نعم. يعني إذ أنتم عصا، لما كنتم مذنبون، إذ أنتم جاهلون، إذ أنتم مذنبون، إذ أنتم عصا. Do you remember what you did to Yusuf when you were all upon ignorance, when you was upon disobedience? You remember? إذ أنتم جاهلون. Is يعني back then when you was upon جهل disobedience والإسيان. نعم. وكل هذا يفسر قوله تعالى لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. من أول قصة. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. They took him and they all agreed to put him in the well. وأوحينا إليه. Why they put him? He's a little boy. He's a little boy. ولد صغير وهو في البئر. وأوحينا إليه. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وهو الآن. يا سبحان الله من وعد. نعم. سبحان الله. Allah promised him, you're going to remind them about this very day and they don't even recognize it. They don't even know who you are. They don't even remember. Now here comes that day. How many years you think it went? How many years? 30 years? 40 years? How many years? And he said, you remember that day you put me in the well? And I'm Yusuf. Remember that day? Nah-um. وأوحينا إليه and we revealed to him لتنبئنهم. You're going to remind them.
You're going to inform of this matter right here. He's a little boy in the well. And Allah told him, لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. And they don't know. And that's this point right here at the end of the story. فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. Do you know what you did to Yusuf and his brother? إذ أنتم جاهلون. إذ أنتم أصاء. And before when you all upon disobedience. وهم صغار. يعني تصبر الآن يا إخواني. يعني هذه إخوانه. هو أصغرهم. يوسف is from the youngest of them. He has older brothers. نعم. عنده إخوة كبار. تصبروا بعضهم قد شابوا. قد شابوا. إخوانه. Some of them have gray hair. Some of them are elderly now. نعم. وفي نوع من التوبيخ وفي احترام. قالوا أإنك لأنت يوسف؟ نعم. تعجبوا. Are you Yusuf? قالوا أإنك لأنت يوسف؟ نعم. قال أنا يوسف هذا أخي. نعم. I'm Yusuf and this is my brother. قد من الله علينا. Allah has placed his favor on us. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا إخوة هذا فائدة لنا. نعم هذه فائدة لنا. So I'm Yusuf and this is my brother. نعم. Allah has placed his favor on us. إنه من يتقي ويصبر. The ones that have taqwa and they're patient. نعم. Meanwhile, أنت في البلية. ما يجوز لك أن تحصل لأنك قد ابتلي. نعم. You can't, because you're in hardships, poverty, sickness, and hardships. You can't think that I'm just going to disobey Allah. I don't have this. I don't have that. ما عندي هذا. Now you can disobey Allah. لا. وأنت في مصيبة. أنت أولى بالتقوى. When you're going through your hardships, you're more right to have more taqwa with Allah. نعم. إنه من يتقي ويصبر الأمرين do both فإن الله لا يضيع جهودك وتعبك واحتسابك. Allah is not going to waste your hard work or your difficulties and all your pain and all the need and the desire that you look for reward. نعم. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Let's say we swear by Allah. Allah has favored you over us. Look at you. نحن جئنا مسنا وأهلنا الضره وجئنا ببضاعة مزجاة أوفي لنا الكيل. They came with their hands out asking and begging. We've been harmed. We don't have any food. We have this little thing. Can you help us? نعم. They said, تالله, you swear by Allah. قَدْ آثَرَكَ اللَّهِ. Allah has chosen you over us. نعم. انظري إلى منزلته حسين ومعنوي. نعم. Metaphorically, economically, physically, in every way, he's better. نعم. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. And we were wrong. يعني اعترفوا بذنبهم. They admitted. نعم. They admitted right in front of him that they were wrong. نعم. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. ماذا قال يوسف؟ عائشة أنا كان لو قال نعم إي والله قد أخطأت. نعم. ما يلوم. نعم. Who's going to blame him and say, نعم, you are wrong. Yeah, you did. I was a little boy at that time. إي والله. Yeah, you did do me wrong. أنا ما قد نسيت. وتعبت بعدها وبعد ذاك بعد السجن. بعد ذاك كنت في بيت مع المرأة حرشني. نعم. لا ما فعل كل هذا. نعم you did do me wrong. After that I went to a house. A woman tried to seduce me in the house. Wrong with that to me on Nepsi. ثم دعت إلى السجن. أنتم السبب. You're the reason for that. You understand what I'm saying? Yeah, Suleiman. ما قال كل هذا. He didn't say anything from that. قال لا تثريب عليكم اليوم. There's no blame on you today. يا إخواني من يقدر. نعم البس نعليه. أخطو خطواته. من يقدر. Put yourself in his place. Walk his walk. Walk in his shoes. من يقدر المسامحة هكذا. من يقدر يغط الطرف. Who can just forget the issue. There's no blame on him. قال لا تثريب عليكم اليوم. من الآن.
يا كلمة قوية. There's no blame on you today. And from this day on, it's over with me. يا إخواني نحن نتقاطع على كلمة، بل على نظرة. على نظرة. نعم على كلمة. We cut each one other off over some little reals or some dollars or just the wrong look. Why you looked at me like that, you know? Why, you know? Or على كلمة, on a harsh statement. نعم. بل هو يؤلف. نعم. هو يؤلف. نعم. فهذا عظيم يا إخواني. لابد أن نتوقف هنا ونصلح فيما بيننا. نعم. We have to start right here. Everybody think, من أساء إليك؟ من الذي قاطعته؟ من الذي قطعك؟ Who did you cut off? Who cut you off? يا أصلا بينكما. إيش حصل؟ What did he do to you? What did he do? سامحه. نعم. Forgive him. نعم. كل واحد ينظر في نفسه. Everybody right here. Look at themselves. انظر. نعم. أحيانا يكون بين الأهل. أحيانا يكون from the same family. تقل لا. أنت ما تعرف إلا أنا الحق أنا المحق. I was right. بين مخطئون. لا لا لا. I'm him البيت. I'm him القربة. Forget that he was right. سأل. يوسف was right. كان مظلوم. نعم. لكن أهم شيء الإصلاح. نعم. وكأن الله يا إخواني في الله هيأ للمظلوم أنه هو الذي يصلح بين الأمور. نعم. الله سبحانه وتعالى in so many situations he makes the one that's مظلوم he's the one that straightens things out. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. And the reward of an evil deed is an evil deed like it. نعم. فهم خدعوا يوسف. نعم. They tricked يوسف. نعم. They put him down in the well, right? تعالوا يعقوب عليه الصلاة والسلام. يعني يوسف, he's in charge of this whole kingdom. He has guards. He has workers. He could have called it كل واحد يلا انزل. انزل البئر. كل واحد من إخواني. انزلهم البئر. وخلع قميصه. نعم. Everyone. وجاءوا أباهم عشاء يبكوا وجاءوا على قميصه بدم كذب. They came, they took off his قميص. They tied his hands up so he won't get out of the well and they took off his قميص. Left him out there with no قميص and they brought it to his father. Now, Yusuf could have said, look, everyone, the reward of a bad deed is a bad deed like it. Listen, everybody take off this from me. Hey, guards, put him down the well. Each one down the well 1 week. And they are hapo. But then he didn't do that. نعم. ولكن كأن الله جعل المظلوم هو الذي يصلح بين الناس. It's like Allah made the one who is oppressed and wrong. Allah ما كتب هذا لك إلا أن تبين إخوان. Allah did not write that on you except to rectify your whole family. قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. A reward of a bad deed is a bad deed like it, the one who forgives and rectifies his reward is on Allah. He doesn't love the wrongdoers. No. فالله بين الجائز وحث على الأجر. No. حث على إصلاح. Allah explained what is permissible, but he encouraged forgiving. Who's supposed to forgive? المظلوم. Who's supposed to forgive? The one that was wrong. نعم. And rectify and get his reward from Allah. نعم. وإنه لا يحب الظالمين. لا تظن أن سيفوتهم وأنهم فعلوا شيء. لا. Allah لا يحب هذا. نعم. والله سبحانه وتعالى قال ذلك ومن آق بما عوقب به ثم بقي عليه لا ينصرنه الله. كل هذه الآيات يدل على الإصلاح. نعم. يدل على الإصلاح. في هذه الآيات إخوة بارك الله فيك بارك الله فيكم قال لا تثريب عليكم اليوم. ما معنى اليوم؟ There's no blame on you today. يعني من الآن ما سأفتح هذا باب لكم مرة ثانية. I'm never going to bring this up again to you before again. نعم.
يعني في آخر السورة الله سبحانه وتعالى يقول: وقد أحسن بي إذ جاءني إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني كأنهم أبرياء ما فعلوا شيء، ما لا، هذا يدل على هذا اليوم لما قال: لا تثريب عليكم اليوم، يعني ما فتح الموضوع أبدا. He said, Allah has honored me when he brought me out of prison and he came with you all from the country after Shaitan made fitna between me and my brothers. Like as if they didn't do nothing, like that they were just minding their business. They were good people and Shaitan caused the whole problem and they were free from it. Like I made, like I painted the picture. بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني جعلهم السمعة الطيبة، الذكر الطيب، والبراءة. He mentioned that they were totally free. After he said, لا تثريب عليكم اليوم، ما ذكرهم بالسوء. After he said, there's no blame on you today, and he never ever mentioned them again, even to the end of the surah. نعم. فبارك الله فيكم. قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكيف يا إخواني صار يدعو الله لهم إلا وهو قد غفر لهم؟ قال يغفر الله لكم. May Allah forgive you all. He is the most merciful of those that show mercy. How did he end up making dua for them for forgiveness except that he what? Forgave them. He went to the daraja. He went to the next level. يعني تدرج حتى صار يدعو لهم ويستغفر لهم. نعم. وكل هذا يا إخواني فيه أسوة لنا. All of it is an example for us. نعم. فمن من منا يعني يستغفر لمن أساء إليه؟ من؟ Who from amongst us asks Allah to forgive when that wronged him? سهل له. Make it easy for him. الله يعينه. اصلح حاله. نعم. ف يعني في حديث عن النبي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم أحد كسلت رباعيته و نعم في رأسه، ضرب في رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم he was hit in his head. فقال كيف يفلح قوما نعم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته. نعم. How can a people be guided? كيف يفلح قوما؟ How can a people be successful? They broke their prophet's tooth and they wounded him in his head. نعم. فأنزل الله سبحانه وتعالى أنه هو مظلوم. نعم. هو نبيهم يدعوهم إلى الإسلام فأساءوا إليه. He's their prophet. He's calling them to Islam. And they did him wrong. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوما؟ هذا استبعاد منه. استبعاد من هدايتهم. He sees that it's far-fetched that they be guided. فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من أمري شيئا أو يتوب عليه. You have nothing to do with this matter. Who gets guided, who does get guided. You have nothing to do with this matter. نعم. فبعد هذا الإمام مسلم يذكر هذا حديث بعد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا جاء من حديث ابن مسعود قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ضربه قوم. النبي يحكي قصة النبي وهو نفسه. The prophet is telling the story about a prophet but it's him talking about himself. ضربه قومه فأدموه. His people hit him until they made him bleed. وهو يمسح الدم عن وجهه and he's wiping the blood off his face. يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Oh Allah, forgive my people. Verily, they don't know. فقد أخذنا هذا من قبل أن أهل العلم يقول في هذا ثلاثة فوائد. نعم. أنه دعا لهم. He made dua for them. بالمغفرة. He made dua that Allah forgive them. فهذا يدل أنه قد غفر لهم. That shows that it's nothing in his chest anymore. He overlooked them.
ثم قال اللهم اغفر لقومي، أضافهم لنفسي. He said forgive my people, and he's talking to Allah. Allah forgive my people. استعطافا and he's seeking mercy from Allah. These are my people. نعم. ثم التمس لهم العذر. Then he found an excuse for them. قال إنهم لا يعلمون. They don't know any better. نعم. وهذا الذي نستفيد من هذه الآيات. في هذه الآيات الأخيرة فيه شيء عجيب يا إخواني. قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Take this قميص of mine. نعم. And throw it on my father's face. His eyesight is going to come back. نعم. Then come all back again, all to Egypt another time with your families. ولما فصلت العير, when the قافلة went and it went back, قال أبوهم يعني يعقوب إني لأجد ريح يوسف. He said, I smell the scent of Yusuf. لولا تفندون, يعني تفندون يعني يجعلونه كأنه قد راح عقله. نعم. He said, I smell the smell of Yusuf. نعم. يوسف عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يأتي بماذا؟ بقميص. He told them to come with a qamis. ولكن في أول القصة جاءه قميص بدم كذب. يا أحلى أن يأتي بقميص برائحة طيبة هو قميص ابني. هذا كان خبر سوء. الآن يأتي قميص بشرى. قميص بقميص. نعم يا سبحان الله. وجاءوا على قميصه بدم كذب. They came with his قميص when he was a little boy with blood. Now Yusuf is saying, take this قميص to my father. When the first قميص came with his blood, that was the beginning of his hard time. هذا بداية الحزن, بداية الصعوبة, بداية المشقة. نعم, that was the beginning of his agony. The beginning of all hardship. That day, when it came with that قميص, with fake blood. نعم. الآن يوسف يقول, اذهبوا بقميصي هذا. Take this قميص. His father is blind. And when they come across, he says, I smell يوسف. أشمن بشرى يا إخواني. What good news. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. فقالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. They said, no, you're far astray. نعم. It doesn't make any sense what you're saying. فقال فلما أن جاء البشير, when the person with the good news came with the قميص, ألقاه على وجهه, threw over his face, فارتد بصيره, his eyesight came back, the white went away, everything came close. What does he say? يعني من كل الكلمات. And other things that he could say. ماذا قال? قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. متى قال هذا أولا? من قال هذا أولا? I know from Allah what you don't know. Which just a while ago. نعم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الآن يقول ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يا سبحان الله يا إخوان, أثبت على ما أنت عليه. تيقن بالله سيأتي بالفرج. هذا يعقوب, هذا عقوان. نعم. When he was in prison, he said, I only complain my worries and my troubles to Allah, and I know from Allah what you don't know. That when a person came with this qamis and they threw in his face and his eyesight came back, the first thing he said, didn't I tell you that I know from Allah what you don't know? He hasn't even seen Yusuf yet. ما قد رأى يوسف. لكن كل هذه البشرى. كل هذه بشرى. يا إخواني في الله, هذا يذكرني في أن الناس يعني يصيبهم مصائب من الفجيئة
يعني يحصل لهم شيء فجأة. نعم، فيتغير حاله. People they are afflicted with sudden sorrow. نعم، فجأة يأتيهم خبر، فجأة news comes to them suddenly فيتأثر. نعم، people go through trauma. نعم، they go through trauma. يعقوب عليه الصلاة والسلام فقد بصره. بعض الناس يذهب صوابه، يذهب عقله، يخف عقله. نعم، some people بحسب المصائب، بحسب المصيبة, according to the situation, نعم, they become mentally ill. نعم. Maybe فقد الأب, maybe their mother might die, maybe توفيت الوالدة, الابن, مهما كان. نعم. فلا بد أن يعالج الروح. نعم, يعالج الروح. نعم. You have to take care of the person's روح, his spirit, his feelings. نعم. الأكل الطيب هذا ما ينفع، لكن الكلام الطيب ينفع كثير. نعم. Good speech it helps a lot. عندنا تعزية في ديننا والمواساة، هذه أمور كبيرة يا إخوان. These are very important to console your brother when he's in pain. نعم. امسكه بيدي. نعم. قل له اصبر. نعم. يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر ويتواصوا بالمرحمة. They advise one another with the truth. They advise one another to be patient. They advise one another with what? With mercy. وفي هذه الدقائق يسيرة يا إخواني أذكركم في قوة الكلمة الطيبة على النفوس. نعم. The strength of a good statement on the soul that's sick. نعم. فعندنا في ديننا الرقية الشرعية، يعني أعظمها كلمات، كلمات طيبات. نعم. الرقية هو علاج للروح، للأرواح. نعم. رقية it's cure for what? For the nafs. نعم. فأنا أنصحكم أجلس مع المريض. نعم. I advise you all to sit with the sick that you have that's mentally ill. قد يكون في حزن. كل شيء ما هي مس والسحر. كل مرض ما يرجع إلى هذا. Everything doesn't just come back to السحر and mess. الناس لهم حزن، لهم حالات، لهم خوف. نعم. ممكن واحد ينتهي من الطلاق الصعبة وما يسوى. نعم. Somebody might end from a divorce. ممكن الرجل يأخذ أولاده. ما هو سوى. نعم. Maybe a man might come out of a divorce, a hard divorce. And you don't see his kids anymore. ما هو سواء. والمرأة أو في حادثة أو انقلبت السيارة أو مات فلان أو كذا أو كذا. حالات كثيرة. There's a lot of situations that affect people's نفوس, their soul. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بكلمات طيبات. نعم. فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. قال ولكن قل، يعني هذا قل، قل يعني علاج. كلمة قل say this is علاج. This is for the soul. قال وإن لو يفتح عمل الشيطان. When you say لو this opens up عمل الشيطان. فالشيطان ما يحارب عظامك ولحمك، يحارب روحك. It opens the door of shaitan. It's not on your flesh, not on your flesh and your bones, on your heart. نعم. وعمل الشيطان هو الندم والقلق. You're going to regret it your whole life. But just say, قدر الله, this is from Allah. Now the rest of your life, man, I should have went back home. I should have turned off the stove. I should have went down that block. تعيش إلى أن تموت. That's how you are for the rest of your life. You open the door of shaitan. نعم. هذه الكلمات الطيبة ينفع كثير. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصيب في أصبعه. He got cut on his finger. On his finger. فقال إنما أنت أصبع دميتي في سبيل الله ما لقيتي. فإن كان هذا الأصبع ما بارك بما هو أكبر من هذا. Really you're just a finger. You have shed blood. Peace be to Allah, in the name of Allah is what afflicted you.
والله سبحانه وتعالى يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، هذا الشاهد، قالوا، عند المصيبة قالوا، نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن المصيبة they say these statements: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومات أبو سلمة، نعم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. نعم. He came up on Abu Salama, he closed his eyes. فقال لأم سلمة: قول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. Oh Allah, reward me for this hardship and replace it with that which is better. فَأَخْلَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ. Allah replaced it with that which was better. ومثل هذا كثير يا إخواني. مثل هذا كثير. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا، إيش قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنت تقول هذا يا أخي وأنت لديك، قل حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله. هذا يرجع على نفسك، هذا يرجع على نفسك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل فقال: اعدل يا محمد، اتق الله يا محمد، اعدل. فما قسم مال من حنين يوم حنين. The Prophet gave out money يوم حنين. ففضل أناس. He gave some people more. So somebody came to him: be fair يا محمد. Fear Allah and be fair. فقال: من يعدل إذ لم يعدل الله ورسوله؟ ألا تأمنونني وأن أمين من في السماء؟ He said, who's going to be fair if Allah and His Messenger are not fair? Don't you trust me? And I'm the Amin. I'm the trustworthy one from Allah. نعم. ثم قال: رحم الله موسى، يعني يصلي نفسه، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا. وصدق. He was afflicted with worse than this and he was patient and on and on and on and on. نعم. فلما يوسف جاء بهذا القميص، هذا قديس، هي شيء معنوي يريح النفس. نعم. This قميص is something that is meaningful. It brings joy to the nafs. نعم. فأنا أنصحكم يا إخواني أن تجلس عند مريضكم وقال أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد وأنه خلقنا ليمتحننا. الله تست السيرفنتس، بل هي كريتد أس تو تست أس. فإن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. And the ones that have the hardest of tests are the prophets and those like them and those like them. ولكن الله يعني يرفع درجات ويذكرهم بالجزاء الصابرين. Remind them of the reward of those that are patient. Remind them أن تقبل هذا من الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. Allah asks you pleasure after قدر. After القدر اقبل هذا. حاول اجلس مع مريضكم يا إخواني. المريض أولى بنفسه وأولياء المريض أولى بحبيبهم. لا تمشي، أنا أكرر، لا تمشي إلى هذه الرقاة. ما هو يبالي بأهلك، ما هو يبالي بالمال الذي يأخذ. أنت أولى ومريضك، نعم، مريضك حبيبك، نعم. That rocky that's coming, he wants to get paid. نعم. He don't care, he don't even know you. نعم. تظن قلبه يحن مثل قلبك. You think his heart is like, you know, caring like your heart. And then to Nadia Tosabihi, I need you to come book ya. He was gonna go type 6 o'clock. You know, at 7, I'm reading over somebody else. I'm busy. I said, six is six good for you? And Anna would eat ajma bain al marda. Naam. How do you know Sibuko? Naam. Fa'anta awla. Al-Marid, al-Marid ya ikhwani, awla binafsi. Naam. ولكن الأحيان المريض من شدة المرض ما يقدر. نعم. The one who's sick, he is more right to deal with his own self.
But sometimes he's so sick he can't. نعم. ولكن لا تظن كله آيات قرآنية. أحيانا النصيحة. أحيانا انظر هذا الذي فعل يوسف في قميص كأنه رقية. ألقاه على وجهه فارتد بصيرة. Took the قميص. Put it over his face like it was رقية. And his eyesight came back. نعم. فأنتم اهتم. اهتم. لا تفوت الأمر هكذا ولا تفعل شيء. لا. يعني ريح قلبه. ريح قلبه. Make them comfortable. Not بالعطاء وبالمال وبالأجبان وبالجبن and cheese and honey. هذا الكلام الطيب. الله سيفرج عنك. Allah is going to help you. هذا من الله. هذا بسبب كذا ولا بسبب شبه. ولكن الله يبتلي عبده ويريد يقربك إليه. Allah wants to bring you closer to him. فإذا قبل هذا يتشجع. دائما دائما. وينفع سماع القرآن. نعم. Listening to Quran, these things play a major role. نعم. فهذا درسنا اليوم يا إخواني في الله. يعقوب عليه الصلاة والسلام أرسل بقميصه. نعم. بعد أن كان القميص يعني علامة شر. نعم. يوسف sent a قميص to his father after the قميص was a sign of misery. It became the first sign of what? Of positivity and relief. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا جميعا على طاعته. نسأل الله سبحانه وتعالى to help us all upon his obedience. سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.